طيب اخر اسم معانا بقى في الجيم دي هدى الاتربي، انتوا صورتوا مع بعض قبل كده، فانا عايزاك تحكي لي عنها كده قبل ما تدخل المشهد او قبل اي مشهد، بتبقى عامله ازاي، بتعمل ايه؟ هدى موديل كده يعني فنانه قوي، وبعدين جايه كده اللبس والشياكه هي كممثله انا بحبها جدا. هدى من الشخصيات الجدعه والمحترمه، يعني من الناس القريبين لقلبي، وبني ادمه بسيطه، مش متكلفه تتكلم وتفتح مواضيع، وشاطره في تمثيلها جدا. لكن بيعجبني قوي شياكتها وستايل بتاعها ولبسها، واخده بالها من نفسها جدا، شاطره في اللي بتعمله. ف سقف نسقف. لا يلا بينا. يلا بينا. بص للكاميرا، الكاميرا دلوقتي، يقول لها قصيده حب صغيره سهله، سر في كواليس مسلسل اللي ملوش كبير، سر في مسلسل كواليس اللي ملوش كبير، يعني بحاول افتكر. لو مش أول فاكر القصيدة موجودة، هي ما عرفتنيش، بس احنا كنا اشتغلنا حاجة قبلها مع بعض، مش فاكر ايه، فرحت بسلم عليها، سلمت عليا ان هي، بعدين اكتشفت ان هي مش واخدة بالها ان انا. قالت لي ايه ده، انت شكلك اتغير، انت عامل ايه في شكلك؟ قلت لها والله بس ده مش سر. طلعت يا حبيبتي كانت مفيش اسرار والله. ما طيب ما تحاولش تقنعني، ده مش سر. سر في كواليس المسلسل، لا والله ما كانش فيه خالص. بس يبقى ناخد التار بقى. سهل، القصيده موجود، قصيده حب صغيره كده. شوفي ازاي جميله وانت كده رايقه، لا وبتحلوي حتى لو متضايقه، يا نجمه حلمت بيها. صباح الفل يا هدى. تراني تأثرت. مش معقول. احنا كده خلصنا. يلا وتوكلوا على الله بقى، احنا كده تمام. احنا كده فعلا خلصنا اول جيم.